الساعة 3:30 الفجر النهارده عدد كبير من المواطنين في مصر والدول المجاورة حسوا بزلزال وتم رصده بواسطة محطات الشبكة القومية لرصد الزلزال. قوة هذا الزلزال 7.7 درجة على مقياس ريختر. مركزه كان في تركيا. لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات في مصر، لكن عدد من الدول المجاورة تأثروا بشكل كبير جدا. في وفيات وفي مصابين في الخارج. هاتفيا معانا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير عليكم يا فندم، اهلا بيكم. يا اهلا بحضرتك. عايزين نعرف حضرتك تفاصيل هذه الهزه الارضيه. بالفعل الهزه حدثت الساعه 3:17 دقيقه في جنوب شرق الاراضي التركيه على الحدود السوريه تقريبا، بقوه 7.7 درجه على مقياس ريختر. الهزه بما انها كانت قويه فيعني شعر بها مواطنين تقريبا في منطقه الشرق الاوسط وفي مدن كثيره من الاراضي المصريه، لكن طبقا للبيان اللي اصدره المعهد الحمد لله ما فيش خسائر جوه الاراضي المصريه، لكن في الاراضي التركيه والسوريه في يعني دمار كبير، في انهيارات لعدد كبير من المباني، في وفيات، في اصابات، يعني ربنا يكون معاهم. حدث بعد هذا الزلزال الرئيسي عدد من التوابع، ونتيجه لان الزلزال الرئيسي قوته كبيره نسبيا فالتوابع ايضا كبيره ومحسوسه، يمكن عدد كبير منها حوالي 20 هزة ارتدادية أو تابع درجاتهم تتراوح ما بين 6 درجات، 6.5 أو 6 إلى أو 5.5، أقلهم 4.5، ودي في حد ذاتها يعني زلازل كبيرة. حاليا السلطات المحلية سواء في الأراضي التركية أو السورية تقوم بإجلاء الضحايا، عملية البحث تحت الأنقاض عن ضحايا هذا الزلزال، يعني نسأل الله السلامة للجميع. أمين يا رب. يعني طبعا عدد كبير من الوفيات طبعا حسب الأخبار اللي انتشرت في تركيا ويمكن كمان سوريا، وده يمكن من أقل من تقريبا شهرين كان في زلزال تاني. هل في تفسير علمي لحالة النشاط الكبيرة للزلازل في المنطقة دي يا فندم؟ احنا عندنا منطقه غرب تركيا وشرق البحر المتوسط احد مناطق النشطه زلزاليا، وبشكل يومي في عدد من الزلازل بيتم تسجيلها، كتير منهم غير محسوس، لكن بين الحين والاخر بيكون في زلازل محسوسه زي زلزال النهارده ده كان اكبر يعني قوه من يمكن من 1990 تقريبا. ويمكن السبب العلمي للمنطقة دي وقع على تقاطع لعدد من الفوالق الجيولوجية، وهذا ما يفسر قوة الزلزال وزيادة عدد التوابع التابعة له. طيب دكتور جاد، مدته كانت قد إيه وإيه أكتر الأماكن اللي اتأثرت بيه في مصر؟ يعني المدة دي نسبية، إذا كانت مدة الشعور بيه كأجهزة زلازل أو الشعور بيه كمواطنين، لكن الزلزال ده كان متوسط مدته دقيقة تقريباً. معظم المدن المصريه شعروا بيه وبالتوابع بتاعته، لكن الحمد لله، وده يعني عايز اطمن المواطنين من خلال حضراتكم، مفيش اي حوادث او اصابات داخل الاراضي المصريه. مش عايز الناس يعني تكون عندها قلق او زعر، ويعني وبلاش ننساق وراء الشائعات وكثره عدد الزلازل، يعني خلاص علامه ان القيامه هتقوم وحاجات زي كده اطلاقا. يعني حصل زلازل من نفس القوه دي واكبر مرات كتيرة وبعيد عن أي شائعات، الظروف الجيولوجية مدروسة ومعروفة برغم إن مفيش حد يقدر يتنبأ بزلزال. نسأل يعني كل العاملين داخل مصر وخارج مصر في قطاع التنمية العمرانية اتباع المعايير اللازمة والمطلوبة للإنشاءات وكود الأحمال الزلزالية، للمحافظة طبعا على أعمار أو حياة المواطنين والاستثمارات في هذا المجال. يمكن في خلال العام الماضي تم إصدار دليل استرشاد لمواجهة مخاطر الزلازل، وده منشور على موقع صفحة مجلس الوزراء وأيضا على صفحة المعهد. بنصح كل المواطنين والمهتمين أنهم يطلعوا عليه ويتبعوا الإرشادات الموجودة لحماية الأرواح والممتلكات إن شاء الله، وربنا يحفظ مصر والمنطقة كلها من شرور الزلازل يا رب. احنا امتى بنقول ان الدرجة عالية يا فندم؟ يعني بالذات طبعا لو هنتكلم على سكان مصر، يمكن احنا الحمد لله ما كانش في ضرر عندنا اصلا، بس امتى بنقول ان الدرجة عالية؟
احنا عندنا ثلاث يعني تصنيفات للزلازل لو هنتكلم على حسب الدرجة. فبنقول الزلازل الصغيرة ودي لحد 3.5 درجة على مقياس ريختر، من 3.5 ل 5.5 ده متوسط، من 5.5 فما فوق ده بالزلزال بيكون كبير. طبعا في عوامل تانية كمان بتأثر على الشعور بالزلزال وتأثيره، طبيعة المنطقة اللي حدث فيها الزلزال جيولوجيا، عمقه، كلما كان مركز الزلزال عميقا كان دائرة الشعور الجغرافي بيه كبيرة. طبعا طبيعة المباني في المنطقة اللي حدث فيها الزلزال ومدى التزامها بمعايير الإنشاءات وأكواد البناء، كل دي عوامل بتأثر في تبعية الزلازل بالرغم من أو بغض النظر عن قوته. ممكن يكون زلزال كبير لكن مفيش انهيارات ولا تهدمات تحدث، وفي دول كتيرة يمكن على رأسها اليابان بيحدث فيها زلازل كبيرة بشكل يومي، لكن قلما أو نادرا ما يحدث انهيارات للمباني نتيجة لأن اتباع تلك المعايير في إنشاءاتهم، إضافة طبعا إلى توعية المواطنين. وبالتالي هناك يعني عدد من الإصابات مش عايز أقول نادر بل قليل جدا نتيجة تلك التوعيات والإجراءات المتبعة. احنا بنناشد كل العاملين في مصر في تلك المجالات أن هو يلتزم بتلك المعايير للحفاظ أيضا على أرواح وممتلكات المصريين. احنا هنعوز من حضرتك في النهاية رسالة لتوعية المواطنين بالتعامل، لكن دلوقتي حضرتك قلت أنه لا يمكن التنبؤ بزلزال مهما كان، واحنا عندنا كم محطة في الشبكة القومية للزلزال؟ كنت عايز اعرف بس من حضرتك هذه المحطات قادره يعني هنقول 80 لو تسمح لي دكتور جاد زلازل عامله، لكن عدد المحطات اكتر من كده نتيجه اعطال تعديات الى اخره، في عدد من المحطات بيكون خارج الخدمه، لكن موجودين حاليا عاملين 80 محطه موزعين على انحاء الجمهوريه في كثافه في الاماكن اللي فيها نشاط زلزالي زي سواحل البحر الاحمر، شمال الدلتا، يمكن جنوب مصر بالقرب من منطقه السد العالي. النصيحه اللي بنوجهها للمواطنين وبنكرر عليها عدم الانسياق وراء اي شائعات، الرجوع للمصادر الرسميه اذا كان صفحه مجلس الوزراء او صفحه المعهد فيما يخص النشاط الزلزالي. ولو في اي تساؤلات يعني احنا تحت امر المواطنين تحت امر حضراتكم. طيب احنا بنعمل ايه يا فندم لو حسينا بزلزال؟ يعني ايه النصائح اللي بتقدمها للمواطنين عند الشعور بالزلزال يعملوا هذه النصائح يطبقوها؟ يعني اول حاجه لو الشعور بزلزال كبير نسبيا ان كل مواطن يحافظ على نفسه، يحمي جسمه من اي لا قدر الله انهيارات او اي حاجه في المباني اللي هو فيها. ممنوع التدافع ولا الخروج يعني بطرق عشوائيه من الشرفات او على السلالم او كده، لان ده من شانه انه يعظم الاصابات. ما دون ذلك يعني بنسال الله السلامه للجميع. طيب دكتور جاد كنت بسال حضرتك عن المحطات اللي موجوده في الشبكه القوميه للزلزال، هل هي قادره ان هي ترصد اي زلزال مهما كانت درجته؟ احنا عندنا محطات الزلازل وده على مستوى العالم، في محطات بترصد الزلازل المحليه في نطاق مثلا ال 500 كيلو، وفي زلازل بيسموها محطات الزلازل بعيده المدى، ودي بترصد زلازل على مستوى العالم، ولدينا النوعين في محطات شبكة القومية للزلازل، وده بيأهلنا لرصد جميع الزلازل اللي بتحدث على مستوى العالم طبعا بدرجات مختلفة كلما بعدت مسافة مركز الزلزال. طبعا الزلازل الصغيرة لا يمكن تسجيلها في هذا المدى البعيد، لكن نقدر نطمن المواطنين ان كل الزلازل اللي في المنطقة أو في الإقليم المحيط بمصر سواء أفريقيا أو المنطقة العربية أو شرق البحر المتوسط كلها يعني في نطاق التسجيل من محطات زلازل، إضافة أن المعهد لديه بروتوكولات تعاون مع عدد من شبكات الزلازل الدولية ويتم تبادل المعلومات في هذا الخصوص. طبعا احنا عارفين الزلازل ما لا تعرف الحدود الجغرافية، لكن مهم جدا التعاون من أجل توضيح الصورة وتحديد تفاصيل كتيرة علمية تفيد متخذ القرار في أي إجراءات قد تتبع في هذا الموضوع. نقطة مهمة جدا كمان يا دكتور جاد، نحن نعرف أنه وفقا للتصنيفات العالمية هل مصر من الدول المصنفة من الدول الأكثر عرضة للزلزال ولا لا؟ لا، احنا مش في حزام الزلازل ومش متوقع أو منتظر ندخل حزام الزلازل، بالرغم ان عندنا زلازل بتسجل زي ما قلت حضرتك بشكل يعني شبه يومي قوتها غير محسوسه،
لكن مطلوب نكون حذرين، نتبع كل اجراءاتنا. يعني زي ما قلت لحضرتك في دول كتير عندها زلازل صحيح. لكن مفيش اصابات ولا خسائر، لان في معايير وفي ضوابط، وده اللي حاليا بنعمل عليه مع عدد من الجهات العامله في التنميه العمرانيه، في الطرق والكباري، القطارات السريعه. مهم جدا الالتزام بتلك المعايير، ولدينا القدرات المصريه للقيام بذلك، سواء في الزلازل او حتى صحيح. في الهندسه الانشائيه والمعماريه. على كل حال احنا اكيد بنتمنى السلامه للجميع، وطبعا بنعزي كل الضحايا طبعا جراء هذا الزلزال، طبعا من سوريا او حتى كمان تركيا، بنعزيهم البقاء والدوام لله، وبنتمنى ان كلنا نبقى واخدين بالنا انه في حال وقوع اي زلازل ما يعني نحمي نفسنا من اي جدران يمكن حوالينا، لو ماشي في الشارع وحواليك اي عواميد ابعد عنها قدر الامكان. كل الشكر ليك الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه، شكرا ليك.